محمد وعد ابو محمد مشاركنا بعد. والله يا طويل العمر انها اشياء اي الافراح اتكلم عن الافراح ترى، لكن انا ابو محمد يعني عرج على كلام يعني تخيلت شيء كنت اشوفه في الافراح يا ابو اي والله الافراح الوضوء ابو محمد الله يرضى عليه تكلم في وضع الوضوء واسباغه طال عمرك على خاصه ما بين الاصابع. كان الوالد الله يجعله في الجنه والدي يكون قول وامين امين امين انا كنت الاحظه يا طويل العمر اذا غسل والله يا جماعه الخير اني اسمع يعني حركه اليد إيه؟ اللي قال كذا والله اني اسمعها طال عمرك وانا قريب منه. لكن اذا احنا يدين ابو سليمان ما هي بيدينها الحين يدين إيه خشنه والله الله يرضى عليهم. لكن اذا احنا على اقدامه والله يا جماعه الخير اول ما يسوي طال عمرك هذا اذا هذا ضربها ثم طال عمرك اصابعه يدخلها بين اصابعه ويفركها يفركها يفركها يعني كنت اتعجب منه يضرب القدم طال عمرك لانه كرت اقدامهم عشان يبلغها بالوضوء الله يرضى عليهم. الله لا جامعات ولا مدارس يعني بعض الاشياء تفوت عليهم لكنهم هل توحيد وهل خوف من الله الله يرضى عليهم. نبي نرجع ابو سمان لكلام ابو عبد الرحمن يتكلم عن النعم من النعم الحين في الافراح في القاعات الافراح وهذه لما جيت ولقيتك هنا مفطحات وهنا قعدان وهنا وهنا وفي الاخير تلقى على سلام القعود ولا على مفطح ابو محمد تلقى اثنين ثلاثه بس اثنين ولا ثلاثه على الصحن بعضهم اثنين واللحم ايش كثره والرز ايش كثره لا من كلا ومن خلا والباقي ما تدري وين حط. انا مره قلت في احد القصور هنا في الرياض خاص منهم رحت ورجعت البيت وغيرت ملابسي ورجعت من عند القصر نفسه إيه؟ لقيت العمال ياخذونها في اكياس ويحطونها على كرم عندي كرم رجال ملائكه والمشاهدين في الزباله برا في الشارع في اكياس السود مكبكبينها يكبونها برا. طيب عدا صالحه طيب الاكل يا اخوي في عندك وفي جمعيات الجمعيات الجمعيات في كل مكان اذهب عليهم يجون ياخذونها من عندك يا الكلام يا ابو عبد الرحمن ما هو على انها ادور من ياخذه وشو له انا ابدا وشو له انا ابدر في النعمه هنا هو المفروض يعني انا الحين عندنا كم زمزميه اللي يسمونها ترامس الزمزميات هي المعروفه انها زمزميه عندنا واحده اثنتين ثلاثه اربع ها خمس والخامسه قضت ما عندنا. الكلام على انك ليش تحط اكثر من اللازم يعني انت عندك قدر ما هو بشرط تملاه انت عندك مقلاه مو بشرط لانك تكون تملا هالمقلات الاقتدار هو المطلوب. اي نعم. طيب احنا نقول على هذه قبل ما نبدا في القصور نبدا في بيوتنا نفوس بيوتنا احنا والله انا اقول لك انك تاكل بعينك انت يا مسفر اذا رحت تطلب من البوفيه ولا من المطعم ولا كم تطلب شاورما؟ تطلب عدد ولا؟ لا والله نفسي انا ايه؟ اذا نجوع جوع مره يمكن ثنتين ثنتين ايه؟ ها اذا نجوع مره. طيب واذا رحت حق الكبسه حق نفر ها جاو نفر. لا والله نفر انا من الناس الحمد لله ربعته ما بدر ابو تاخذ نفر ماشي ايه؟ ما الحين لانها ضد التبذير هذا مساله تخصني انا الحالي كلنا يجب ان نتكاتف وندل بعض على وشلون. بعض الناس اصلا عنده الكرم عنده الطيبه عنده يحب يبذل يحب يعطي يحب يكثر ما لو اخاف تفشل اخاف ما راح تتفشل انت هذه النقطه هذه بعضهم يقول خاف اتفشل بيضيفاني ولا مساله الفشل إيه؟ هذه عند اهل نجد لكن لو ما اخذنا الفشل اخذنا ان طعام الاثنين يكفي ثلاثه وطعام الثلاثه يكفي خمسه فهذه المعتاد ما نقول لكن هل الشبع هو المطلوب؟ لا ها مو بالشبع المطلوب لا مطلوب التغذية بس ها المطلوب إن كان على الأفراح رمض. على قصور الأفراح فالهدف الحضور إيه وتصور أنت فلان عنده بعضهم أبو محمد يقول داعميتي بعضهم مش يقول أنا ما أدري كم العدد اللي بيجيني لا ورا ما عنده عشان كذا يزود لكن في فيها جمعيات حفظ النعم هذه موجوده ورك ما تدري انت اصلا هم قايلين لك في القاعه او في الفندق او في قايلين لك 200 شخص 100 شخص واضح حلو وهل ال 200 تبي تجي كلها لا ما هو جاي قل الى انك معطي نزود 30 هل بيجون ال 200 وال 30 او ال 200 او ال 150 احسب على 150 وخلها تقضي الصحون
وثق تمام الثقة ونصف الحاضرين مهم أكل. لو بنجيب صحن، لو نبي نجيب صحن إحنا الأربعة وبناكل، أبو سليمان يبي يتنازل عن هالقطعة يقول لعل أبو محمد، لعل أبو مانع، لعل أبو عبد الرحمن. أبو محمد، أبو محمد كل واحد يتنازل. ثم أبو محمد احنا على هذه معنا منها، احنا في الحضور ما الحضور ما عاد علي من الحضور، انا اتكلم عن بعد الاكل، بعد ما يخلص الاكل وانا توديه. ليش ما هو قبل وانا توديه ابو محمد؟ ما ليش ما هو قبل؟ بعضهم يقوم من الصحن ويخلي الصحن محلها. ترى قبل الكلام على قبل العلاج، ها الوقايه خير من العلاج. انت حلو. عندك مشكله الان موجوده، هل فقط تعالجها وقضيناها؟ افكر كيف اعالجها في البدايه ولا من لا الاصل امنع حدوثها؟ صح. فلذلك لو اخذت وجود الشرطة في الأسواق تدور وشغلهم، وش تظن يعني؟ يلا هي معالجة الجريمة قبل وقوعها. حلو. هي لو وقعت الجريمة خلاص انتهينا، يجي لها مجال ثاني. طيب لو جاء اقتراح، مثلا اقتراح أبو محمد، شابك توافقوني كلكم، مثلا لو حطوا مثلا جمعية حفظ النعم موجود، حطوا مندوبين في القصور في الأفراح. ايه قصور الأفراح صار في زواج ولا شيء، يكون مندوبين موجودين عند القصر، موجودين طعامك ما قالوا ها موجودين. موجود هذا لكن موجودون موجود احنا نشوف ما شفنا حل. الحل الان سحبوا عبد الرحمن، احنا نتكلم شيء واقع ما شفنا حتى غرامات. لا هم يجون بالزهم، زهم عليهم يجون. لا يجون في ناس متخصصين. طيب يا ابو محمد بقول لك مصره الغرامات. والله لو يجون يا ابو محمد ما تلقى النعم تنطف الزبائن وتنطف. يقول لك موجوده احنا حضر بصور نشوفها احنا، ترى ما شفنا يوم الايام مثل الايام الجايه بيجي عندك مطر، يجي عندك وتمنع حضور الأشخاص إلى أخذ هذه البقايا. لكن ما هو بالحل في البقايا، الحل إلا أنه ما يبقى شيء. لو بقول لك أنا ترمي الخبز في البيت ولا ما ترمي في الزبالة؟ كرم عندي في الزبالة ولا تتركها؟ لا والله خليه على جنب. ها خليه على جنب. أنا عندي الوالدة تخليه على جنب عشان تحطه هذا للطيور. مطيور إذا أمك اللي قلت لها سوي قريص قبل أمس. ايه. ها ايه. وين راح باقي القرص؟ ما شفناه هنا ولا رميته في لا عطتني على قد على قدي يوم. اكيد اي والله على قدي. اي والله كله ما بقي شيء. ابشرك القدر كله تروح. اشوف إيه. شفت الان احنا هذا الفهم اللي هو الى اني ابطبخ خبز ابو سليمان جابه، يا الله كفانا ذاك اليوم صح؟ ما رمينا من شيء، رمي من شيء يا ويا زين يا رمينا ما رمينا من شيء. فاللي يجيب على قده هذا هو المطلوب. لا تجيب على قدك، جيب دون شوي، جيب دون شوي. طيب أنا جبت دون شوي وتفاجأت إلى أن أختي ولا بنتي ولا أمي ولا زوجتي جايبة نفس ال، شو بسوي؟ يلا ثلاجة. بس ثلاجة إيه؟ ها طيب شو أسوي أبو سليمان؟ إحنا أمام أمر واقع الآن إيه؟ يا طوال العمر يعني بس قبل ما يصير بعض الحلول عساني يفداك يا أبو محمد. بعض الحلول الآن طال عمرك والله أنك أنت يعني ما تقدر تحكم بالحلول اللي لأن طال عمرك الآن طال عمرك خاصة في الأيام اللي مضت أيام مناسبات كل القصور الأفراح الصيفية في الإجازة الصيفية معروفة مليانة مناسبات صح وكثرت أيوة أكثر من يعني حتى أنه طال عمرك يعني الجمعيات ما يقصرون يجون لكن طال عمرك لما يكون طال عمرك في الرياض طال عمرك مثلا في تقصير في تقصير أبو سلطان ها في تقصير في القصور أيوة في يا أخي ما هو تقصير عساني فداك ما هو تقصير ما شوف مندوبين أبو سلطان زايد طال عمرك في الولايم ولايم رهيبة قعدان وخرفان ورز وخيرة. أنا سألت واحد من المطاعم يعني المطاعم اللي يسوون مناسبات الأفراح قلت له يا أخي من الأشياء اللي تجيكم من هذا قال ترجع علينا في القدور. طيب إيش تعمل بها؟ قال إيش تتوقع أني أعمل فيها؟ كب يقول والله أكبها في الزبالة يعني والله حد يعني هذا ترى نتكلم عنه هذا اللي صاير كلام حقيقة. قال إيش تباني أسوي فيها؟ أنا راعي مطبخ فين أوديها؟ ما عندي طريقة طال عمرك لا أحد ناخذها والله أحطها في أكياس وأرميها في البلدية. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك يا طويل العمر إحنا من لما نقول الكلام هذا أبو محمد أبو مانع نفداه أبو عبد الرحمن ولا كل إنسان له يخاف كلنا إن شاء الله نخاف من الله من التقي حتى اللي يسوون الولايم يخافون من الله لكن أحيانا تجبرهم الظروف وتكون يبالغون شوية. فهذا طول عمرك إحنا نهيب الناس مثل ما قال أبو محمد ومثل ما قلتوا إن نحاول قدر المستطاع لكن إذا خرجت عن استطاعتنا فأمرنا لله. إما الواقع يا أخوان والله إنها أشياء طول عمرك والله
إن العاقل إنه يخاف من عواقبها. يا أخواننا القصور طال عمرك مناسبات حصلت عندنا في الديرة في قرى، طال عمرك ذبح طال عمرك في مناسبات 30 خروف وأربعة قعدة، والحضور طال عمرك ما يتجاوزون 250 300 300 شخص، والناس في خير شبعانين أكلوا طال عمرك. عندنا مشكلة يا طوال العمر خاصة أبو سلمان وقتك متمة، ترى في ظاهرة زينة في مكة، في مكة يأخذون الأكل اللي باقي ويمشون في الحواري القديمة، الحواري اللي يعني المحتاجة ويوزعونها ولو ويوزعونها بس ما يغطونها يا أبو مان. انتهينا. الحلول يجب أن يكون أولاً وجود بس غرامات، يكفيك محمد موجود غرامة على بعض الفنادق وعلى بعض القصور الأفراح. أيوة أنا كلامك أبو سلمان معلش، لكن الغرامة هذه ما هي مانع، ما تمنع، ما سوت شيء، ما تمنع يا أبو مانع. طيب لحظة، مو بحل هذا يا أبو محمد الغرامة، الحل طعمك أني أنا راعي الأكل. الآن أنت قصر أفراح تدفع للجمعية هذه، جمعية حفظ النحل تدفع لها مبلغ، وقد يكون الظاهر تدفع لجهة أخرى أو أنك تنتظم في هالجمعية مقابل وشو أنا أجي أشيل من عندك، بس أنت تحط وترمي. لازم يكون فيه تثقيف، قل صاحب يعني ما بحنا نثقف قبل الزواج نروح نعلم اللي بتزوجون ترى عندكم كذا، حتى لا يكون عنده طلاق ولا يكون عنده يعني أنت جايب بنت من جهة أخرى، ها غير بيتك وغير بيئتك، صح دخل الوقت يبي يصير، لازم تعلم. الثانية هذا الراعي الحفلة قد يكون متى تمر عليك زواج، متى يمر عليك حفلة مرة واحدة في العمر، كم واحدة بيحط عنده بنت ولا ولد ولا بيزوجهم كل شهرين ولا كل سنة ولا كل سنتين، قد تكون مرة في العمر. أذن. أيوة وقت الأذان دخل عمر الأذان أبو سلمان. الله أكبر الله أكبر الله